لعدم توفر المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية الشاملة، أقامت مديرية تربية لواء الجيزة بالتعاون مع مبادرة يلا نتعاون على الخير يوما طبيا مجانيا لأهل المنطقة. نحو 380 شخصا استفادوا من هذه المبادرة التي أقيمت في مدرسة المنارة الأساسية المختلطة في اللواء. ويشكو سكان المنطقة التابعة للبادية الوسطى من غلاء الأدوية وبعد المرافق الطبية عنهم. تعرف منطقتنا احنا بادية الوسط منطقة نائية، لا فيها مستشفيات ولا فيها ايش عيادات شاملة. كذلك الأمر ينقص الأدوية، والأدوية بالصيدليات كمان ثمنها غالي. وصحيح انه اليوم المشرفين على هذا البرنامج او على هذا اليوم الطبي المجاني قدموا لأبناء المنطقة شيء جيد. استضافت مدرستنا كونه اعتبار انه منطقة بعيدة عن الخدمات الطبية، عن المراكز الطبية سواء كانت خاصة او حكومية، استضفنا من خلال 4 عيادات متخصصة اضافة الى فحص ثدي والصيدلية وتوزيع العلاجات. استفاد ما يقارب 380 شخص الى هذه الساعة. تم استهداف المجتمع المحلي في المنطقة، ونحاول احنا نستهدف الفئات الاقل حظا في المناطق النائية ضمن خطة لوجستية احنا وضعناها ضمن بداية السنة على صعيد المملكة الأردنية الهاشمية ومحيط والأطراف المناطق الأطراف اللي من منطقة عمان.